الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، وعشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة جدا في الإنشاد الديني. ده حقيقي. يمكن النهارده منا في فقرتنا في مدرسة الإنشاد أو تعليم الإنشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، هيكون ضيفتنا فيها المنشدة رقية محمد. تعالوا نتابع. وأجمل منك لم ترى قط وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. فقرتنا النهاردة فقرة مميزة جدا لأنها مع أصغر منشدات في مدرسة الإنشاد الديني، وهي رقية محمد اللي عندها فقط 10 سنين ومع ذلك صوتها جميل جدا، تعلمت الإنشاد بشكل صحيح. أهلا بك يا رقية، وقولي لنا أنت بقالك قد إيه بتنشدي؟ يعني بقالي كتير قوي في الإنشاد وبحبه جدا. مين اكتشف فيكي الموهبة دي؟ بابا وماما. وانت عندك كام سنة؟ أنا عندي 5 سنين. ايه أول حاجة أنشدتيها فاكرة؟ أنشدت هنا كسر عند الله. طيب قولي لي أنت إزاي عرفتي عن مدرسة الإنشاد الديني ودخلتيها إزاي؟ هم أعلنوا عن مدرسة الإنشاد فرحت وعملوا لي اختبار والحمد لله نجحت فيه ودخلت اتعلمت المقامات والتواشيح الدينية، وعملوا لنا برضو اختبار على اللي احنا درسناه والحمد لله نجح. يمكن التواشيح الدينيه كمان في بعض المرشدين بيعتبرها ان هي ممكن تكون صعبه شويه، لكن انت ما شاء الله عليكي بتقدري ان انت تأدي التواشيح الدينيه. خلينا نسمع حاجه بصوتك من التواشيح الدينيه. إليه به سبحانه أتواصل إليه به سبحانه أتواصل وأرجو الذي يرجى لديه وأرجو الذي يرجى لديه وأرجو الذي لديه وأسأله. ما شاء الله عليك، يعني صوتك جميل كمان وبتعرفي توظفيه بشكل صحيح. اتعلمت ايه من مدرسة الانشاد الديني، او هي شايفة ان هي اضافت لك ايه؟ المقامات والتواشيح. طب انت في المدرسة بيقولوا لك لما بيسمعوا صوتك وزمايلك كمان والمدرسين في المدرسة واهلك في البيت؟ مبسوطين مني جدا، بيقولوا صوتك جميل. طب انت شايفه ايه المستقبل اللي انت عايزاه تكوني فيه في مجال الانشاد الديني؟ لا حاسه ان انا هبقى حاجه حلوه لما ابقى مع مدرسه الانشاد واتعلم حاجات كتير. عايزه اكون ليكي مثلا اناشيد خاصه بيكي من كلمات والحان. بتحبي مين يكون قدوتك في مجال الانشاد الديني؟ الشيخ محمود التهاني والشيخ طه الاسكندراني. بتحبيهم جدا. طب خلينا نسمع حاجه كمان من الاناشيد الدينيه اللي انت بتحبي تنشديها وتقوليها. من كاس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني. من كاس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني. حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه وسلام أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور
أسعد إذا سمح لي أزور ونسم على المحب عطور والبشرة تهن طلعت نور أزكى صلاتي عليه وسلامي عليه أبسط والسلام. واضح ما شاء الله التأثير الكبير في مجال الإنشاد الديني واللي أنت استفدتي بشكل كبير من المدرسة دي. قولي لنا أنت يمكن تكوني من أصغر الطالبات أو المنشدات في مدرسة الإنشاد الديني، الأجواء بتكون عاملة إزاي داخل مدرسة الإنشاد الديني وأنت كمان صغيرة في السن ومعاكي من زمالك من المنشدات أو المنشدين ممكن يكونوا أكبر منك بعشر سنين كمان، الأجواء بتكون عاملة إزاي؟ يعني مثلا أنا ببقى قاعدة ومثلا مش حافظة كلمة، فهم أصحابي بيقعدوا يقولوا لي ويفهموني وكده. يعني في تعاون كمان بينك وبين زمايلك في مدرسة الإنشاد بحيث إن أنت تقدري تنمي وتطوري من نفسك. طب قولي لنا إيه في النهاية لأصحابك اللي بيشوفوكي عن الإنشاد الديني وبيبقى إحساسك إيه وأنت بتنشدي قدامهم؟ يعني أحب أقول لهم اللي هما يعني أشكرهم جدا اللي هما بيساعدوني وبيساعدوني أنا عشان أطور نفسي. مين بيدعمك كمان في مجال الإنشاد الديني بالذات كمان من أهلك أو في البيت؟ إخواتي وبابا وماما. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا رقية، يعني انت ما شاء الله عليكي رغم ان انت 10 سنين لكن واضح ان انت متمكنه بشكل كبير جدا في اداء الاناشيد والتواشيح الدينيه كمان. زي ما شفنا مشاهدينا رقية محمد 10 سنين موهبه فريده ليها مستقبل واضح جدا في مجال الانشاد الديني. انتظرونا وموهبه جديده وفقره جديده من فقره الانشاد الديني في رمضان. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأرجو الذي يرجى لديه فسبحان من نعمت الوجوه الوجيه فسبحان من عانت الوجوه الوجيه ومن كل ذي عز له يتذلل جواد مجيب مشفق متعاطف جليل جليل منعم متفضل جواد مجيب مشفق متعاطف جليل جليل منعم متفضل. يعني صوت أكتر من رائع وفي الحقيقة يعني بيبان مجهود كبير بتقوم به تحديدا مدرسة تعليم الإنشاد الديني ورقية محمد واحدة من المنشدات الفضليات بقى اللي احنا يعني بنسمع صوتهم وبيتعلموا كتير. ممكن يكون لسه عندها يعني عندها الموهبة بس عاوزة تتنمى بشكل كبير وعشان كده يعني بتحتضنها مدرسة تعليم الإنشاد الديني تحديدا. على أي حال بنشكر طبعا زميلنا أحمد الحسيني على هذه الفقرة أو الفقرات بقى اللي بيقدمها لنا منذ يعني بداية الشهر الكريم، والشكر طبعا لرقية محمد وإن شاء الله تكون منشدة ومبتهلة يعني يشيد بها كل يعني أساتذة هذا الفن أو هذه مدرسة الإنشاد تحديدا وتكون ضيفة معنا هنا في صباح الخير يا مصر.